ايه فكرتني فكرتني بخوميير مو ماري لقيت بيه في الواد. اه حبتي انا وفكرتني بيتهوفن الله يدوكنا بالخير. شفت عليا حبش حبش يا ودي خيمه ليميسيون ما تبداش يا ودي خاصنا كنسمع حد لا ميوزيك يا ودي. اه مو ماري شوف يا ولدي انا غادي باش ندير لك حاجه شابه باش تروح العالميه وباش نكون انا ماناجير تاعك على خاطر لي زارتيست قال عندهم لي ماناجير باسكو ارتيست بلا ماناجير سا جو سو با ا بارتير دو ميتنا اسكو فوز افي كومبري وي جي كومبري نشرب وحده في الليل اليوم بون شوف يا ولدي الا تخلط هذا التراب اللي درته هنا دروك تخلطه بالكلاسيك اللي درته دروك دير لك شغل ميلونج راك تنجح ان شاء الله صافي فهمتني ان شاء الله الحجه وخطره جايه ما تجيش روطار ولدي لا لا هي عاود تلعب لنا حاجه ولدي حاجه هي هاي يا ولدي هذه هي على بالك بصح صاي جاي روحك ها الاك ماسي هذاك الانيماتور هذاك اللي تخلعه على خاطر انا راني جايباتك اليوم ما تحشمنيش ولدي شي ان شاء الله هذه هي باش انا ضربت عليك الطابله وقلت له بخت ولد العكرميه يليق له يفوت وحنا ليميسيون تاعنا سبيشال باش نشجعوا المواهب شوالا ساعه ساعه انا نشوف لي ديك الداخل في ديك الطابله ديك الضويعه شايف فهمتني هي كي يجي ماشي دوك انا ندبر راسي ان شاء الله يعطيك صح الحاج هيا ولدي روح ولدي روح الله يعطيك الخير يا ولدي انا خيتك شبيبه لا ميوزيك لا ميوزيك تري امبورطون لا ميوزيك سورتو الايقاع اللي داره دروك ياسين هذاك مليح هذاك يداو به المرضى بصح ما نعرفش نلعب كيف انا خير امام فيها الحنانه الحنانه كيرك يا ولدي والله لا باس الحاجه بعتك الخير راني عجبتك شويه صافا شويه ولا تري بيان رحمه وبناتها هذاك شفت واحد القلوب كانوا يطايروا هكذا في السماء ما فهمتش واش صرا الحاجه ها باسكو بيتهوفن حضر ولدي كي يحضر بيتهوفن يحضروا معاه لي سبونتيمون هكذا بيان سور زعما الحاجه توحى ولا تهضر على بيتهوفن و... ها وباش تعرف بلي حاجه توحى ميموار تحفظ كلشي فلاش ديسك حاجه كاين ناس راهم يستناو فينا شوفي 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 شحال شابين هذوك الناس اللي راهم يستناو فينا راهم كاع راهم يقولوا رانا هنا وقتاش تبدا سي فغي تا غيزون الحاجه مسكينه راهي تقارع وكلشي قاد با لا كوموند تيلي كوموند وكاع هي الحاجه انا زي ما تقلقيش توحى راه هنا سي مو كي كوموندي سي هيا واش رايكم نبداو ليميسيون ها هيا نبداو بدي هيا جاست برك جاست برك من عند هيا رفيق يلا هذيك نبداو ليميسيون هكا هيا بسنا وحبابنا مرحبا بكم فرحان بلقائكم من جديد دائما من خلال البرنامج تاعكم اللي يدخلكم بلومبيونس ويدخلكم بكل ما هو جميل لكل الشباب اللي راهم يتابعوا فينا والعائله تانيك اللي لقاو بلايصهم قدام هذه الشاشه شاشه العائله بامتياز برنامج رانا هنا بدينا هنا نهار اليوم وبيان سور تحيات الببليك تاعنا لكل الجمهور اللي راهو يشوف فينا في هذه الاثناء لنهار اليوم الحاجة توحى رح نجيبوا واحد من بين الشباب اللي عرف كيفاش يصنع النجومية من خلال الأدوار اللي يلعبها الحاجة الله يبارك ولدي شو رانا نهضروا رانا نهضروا على الفول ومسكها ولدي إلى الإبداع ولدي والإنتاج والإنتاجية ما بداش من البيانو الحاجة بصح ها شوف ولدي اللي قبلك البيانو البيانو ولدي ترك غارت البيانو مدرسة كبيرة ولدي هكذا ها بيان سور الغي كيفاش دير لا ريشيرش الغي كاين الغي وكاين الضو وكاين الري وكاين سي بيمول كيما عطولة تحية الحزة اليوم برنامجنا كيما بديناه بالنوطات الموسيقية رانا رايحين نتبعوا آثار واحد من بين الشباب الجزائري اللي وصل أنه يبدع في الأدوار نتاعه هو اللي دخل في قفص الاتهام وكان عنده سر من أسرار الماضي هو اللي كان عنده الكثير من الوقائع واليوم ما راحش نكشفوا عليهم وإنما راح نخلوهم في بير لكن البعض منها راح يكون حصريا لكل الناس اللي راهم تابعينا لنهار اليوم راح نرحبوا بالممثل النجم الشاب اللي نتشرفوا كثير باستقباله الممثل رشيد
رشيد بالعقيلي هو ضيفنا لنهار اليوم. رشيد مرحبا بك لاول مره في برنامج رانا هنا. شكرا شكرا للعائله الاعلاميه تاعي ماسي ولا معنا والعائله الفنيه، سعيد جدا بوجودي معكم. شكرا. الله يحفظك لنهار اليوم. حنا اللي نتشرفوا وحنا اللي نكونوا سعداء بزاف باستضافتك، لانه انت راك بمثابه النموذج تاع الشباب الجزائري. الحمد لله، يعني في عمرك فقط 29 سنه، من مواليد 27 جوان من العام 1986 بعين تيموشنت، ونحييو كل ناس عين تيموشنت. يسكن حاليا، انت تقطن حاليا بالجزائر العاصمه. من تيموشنت للعاصمه الرحله كانت طويله والحكايات كانوا بزاف. يا درا كانت من بدات البوان ديبار عندي كنت صغير، دونك جي 29 ans. J'ai pratiqué le théâtre 5 ans في عين تيموشنت، 4 ans في سيدي بلعباس، 3 ans في المسرح الجهوي المحترف عبد القادر علولة. مع اول عمل تاعي كان مع الكاتبه ياسمينة خضراء، ومن بعد انتقلت الى المغرب الى مدينه فاس، ومن بعد رجعت عملت مع فرقه من المسرح المحترف صعيده، كان معنا الممثل عمر قندوز وملك بن يوسف، عده فنانين. ما حرقناش كلش، وبقيت ثلاث سنين في المسرح الوطني بشترزي. يا ربي يحفظك. على بالنا بلي هو مشوار كبير وكبير جدا، راح ننطلقوا الكثير من النقاط المهمه من كل ما قدمه رشيد بالعقيلي. رشيد بالعقيلي، انت الاكبر في العائله نتاعك، ومعروف انه الكبير في العائله دائما تكون عنده الروح تاع المسؤوليه، لا ريسبونسابيليتي. انت يا تحس باللي انت يا توي ريسبونسابل على اون فامي، توي ريسبونسابل قدام بوسيبل حتى لا غروند فامي تاعك. رشيد دابور انا هو الكبير في الدار، وفيها يقول لك في هذا الوقت ليس الرجل من يحمل سيفا او قلما او لسانا او علما، فقط في هذا الوقت الرجل من يحمل ضميرا. دونك يكون عندك ضمير وانت الله يبارك عليك. الضمير هو ليسونسيال يعني في الانسان. دونك يكون عندك ضمير جو بونس تقدر تكون المسؤول على اي حاجه، تمد الفرصه تاعك باش تكون مسؤول على اي حاجه. الحاجه ما على باليش علاش، يعني الحوايج اللي نديروهم في الصغر نقعدوا شافين عليهم. ودوكا كاين اللي راهم يعاونوا فيا في لا ريجي، راهم يقولوا لي باللي رشيد سقسيه على كلش غير المغارف. لا واش قصه المغارف هذه؟ كنت تطبل بهم ولا واش؟ كنت كنت شويه طويشيه واسي، كنت كي كنت صغير كنت المغارف كامل تاع الدار ندخلهم في القرعه ونخليهم بلا مغارف. صح، ما فهمت علاش ما على باليش كانوا يبريو هكذا ولا كانوا سي با، كان يعجبوني مغارف. كان جو بونس كان يبغي غريندايزر. كنت تتفرج بزاف الرسوم المتحركه؟ هي ما جينيراسيون تاعي غريندايزر جونكار. جونكار نميلو المقنع، نميل المقنع كالراجل هذاك الله يذكرها بالخير. الحاجه يعني شوف تفكرها في الصغر تاعها، تتفكر حتى في الصغار تاع لا جينيراسيون تاعنا راهي حافظه يعني. صح، نقولوا باللي انه سي رحيم هذا واحد من عين تيموشنت اللي راه حالف فيك. علاش اكزاكتومون؟ واش درت؟ رحيم في عين تيموشنت. هذا ثاني مغارف، ما تقوليش مغارف. هذا هرسنا سيرفيس دايما. رحيم كانت عندهم دار والشجره تاعهم فيها الزعرور، احنا في الغرب يعيطوها المزاح. الفاكهه الزعرور. دونك كنت نتشبط وكنت نسرق لهم. كنت نسرق وحكمني بابا. دونك يحكمني بدا يوكل فيا بالفاكهه ويقول لي بيها تاكلها بها بالعلف. ويضرب فيا. ما كنت شويه طويشي، كنت صغير، كنت شويه بزاف. وهذه الامور يعني هذه الامور يعني مازال تشافي عليهم رشيد. لونفونس تاعي اللي جوزته في عين تيموشنت، وجوزته ايضا في الصحراء، تقريبا جوزت في عده ولايات في الجزائر. دونك فوالا سي سوبر. بصح سكي ني با مانيفيك سي كو قالوا لي تانيك بلي تضارب بزاف كي كنت صغير. سبور تاعي سي كان جيدو وميم طون ناتاسيون، بصح كنت ندوز على الجري. بصح معروفين اللي يديروا جيدو ما يضربوش. كالم كالم
يعني الكونتخير تاعك. انا النهار اليوم راح نقابلك مع واحد تانيك هو من ضيوف برنامجنا النهار اليوم، هو نائب بطل العالم في الام ام اي ولا الفنون القتاليه المختلطه. اذا راح نستقبل سويه ضيفنا عبد القادر بن طيبه. بيانفينو نقولوها لضيفنا عبد القادر بن طيبه اللي قلت انه نائب بطل العالم في الام ام اي ونائب بطل العالم في الكامبو اماتور. مرحبا بك عبد القادر. الله يسلمك، ربي يعيشك، ميرسي بوك على الانفيتاسيون هذه. ربي يحفظك، هذا شرف لينا باش تكون حاضر معنا اوموا شويه ليكيليبغ يكون مع رشيد اللي يدير جودو زعما. قول له نحكمك في الكاجا وبعد ما تكمل هضره. صح الاكسبيريونس وهذا تخصص في حد ذاته، يعني احنا ما كناش نسمعوا عليه انه كاين جزائريين اللي يديروا هذه الرياضه، بصح الحمد لله انت شرفت الجزائر وكنت نائب بطل العالم في الام ام اي. اولا حقيقه واش كنت تقول لا بليبار دي جون هنا في الجزائر ما باوش بلي كاين دي زالجيريان ما كانوا من قبل دي زيميغري يروحوا غير، مي منا من الجزائر لا بليبار ما بانوش بلي كاين دي زالجيريان. كما قلت لهم الحمد لله البليزير ا موا اللي نشرف بلادي في تظاهره عالميه كما هذه، وان شاء الله مازال الخير قدام. صح صافي بليزير انه كي تكون يعني كي تكون في هذيك الحلبه وتشوف يعني الوان الوطن العالم او الوان العالم الوطني تشوفها في الاعلام وهو يطلع في يعني منافسات عالميه. عبد القادر حقيقة هي حمل الراية الوطنية في مناسبات العالمية لا تقدر بثمن كما يقولوا. لو بليزير ابوا كي يشوف لي درابو تاع بلادي طالع في وسط البلدان تاع ناس اخرين، وهي هذه الرياضة كما يقول لك هواية تاعي نمارس فيها كهواية، والحمد لله دوك وصلت للاحتراف. لو طول وصلت للاحتراف ماذا بيا نشرف بلادي احسن تشريف ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الحاجة غير ما يجيب الحظ والسلامة. وراه اون فاس دو توا. الله يبارك لك ما شاء الله. لا 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 ولدي باين باللي عبد القادر يشرفنا ان شاء الله ويشرف كاع الجزائر. بصح الكاجة تخوف هذه يا ولدي. هذه الكاجة هذه يا ولدي كيفاش تحس الداخل؟ انا خليني نبوزي لها واحد لا كيستيون غير خاطر. ايا روحي الحاجة روحي. الاحساس تاعك يا ولدي. كاجة شابة. الله يبارك فيك. شحال 20 كاري. مازال ما حسبتهاش. الاحساس تاعك داخل هذه الحلبه هذه كيفاش الشعور تاعك؟ هي حقيقة أنا من قبل كي كنت أماتور كومباطيت سور تاتامي في طابي كومباطيت سور رينغ، ودوكا في الكاجا يعني عندها شارم واحد آخر الكاجا، سورتو نهار تدخل وتسمع الباب انغلقت من برا. سي بون المسار يا صحيح. إيبا أعطونا تحية كبيرة على ضيفنا النهار اليوم الثاني عبد القادر بن طيبة اللي نقول لكم انه يعني اللي يشوفه هكا يقول له يعني نعطي لك واحد 35 37 هكذاك، يعني راهي رايحه في لي زونفيرون. بصح هو في عمره فقط 28 سنه، هو من مواليد 19 افريل سنه 1988 بالقليعه وتيبازا، هو الاول في العائله تاعو اللي يبرز في عالم الرياضه. من العادي انه يعني كي تكون عائله فيها ولو واحد يعني يدير الرياضة كاين واحد اخرين اللي راح يتبعوه، انت ما كان حتى واحد في العائلة اللي يدير الرياضة، كيفاش حتى حقيقة هي انا في العائلة ما كانش اللي يمارس رياضة، كان الاب تاعي مارس رياضة وانه كهوات، بصح مام ماغري هو ما مارش رياضة في الاحتراف ولا، بصح كان هو لو برومي اللي شجعني باش ندخل الرياضة. هو كنت صغير شفت انا كان في عمري سيزون، هو داني لاصال انسكراني وكذا، والحمد لله من هذاك النهار بديت نطلع ايطاب بار ايطاب حتى وصلت للنيفو اللي فيه الحمد لله. الحمد لله. انا بودي تانيك نشكر رضا اللي يشجع المواهب الشابه ويشجع الشباب خاصه يعني الجزائريين باش يبرزوا في المستويات العالميه، ونقول انه اذا كان انت كنت تمارس الرياضه يعني فقط في هذا الكاجا، وانما يعني رشيد هو تاني كيمارسها لكن من خلال المسلسلات، شفناك في دور الشرطي تجري مور الناس اللي يديروا الكريم، شفناك يعني في بزاف ادوار،
Pour composer un personnage d'abord, les fêtes algériennes, tout ça, il faut t'aqtana bel personnage, t'aqtana bel scénario, t'hasb le texte et tout ça, et voilà, voilà, c'est difficile, voilà. صح يعني الممثل لازم يكون رياضي باش يكون يعني في اتم لياقته كيكون يمثل كيكون يدير الادوار تاعو سورتو الكوميديان دو تياتر لازم يكون عنده الكور تاعو لازم يكون عنده لافوا تاعو لازم يكون المسرح راه يجمل جميع الفنون ويجمع جيسبر يكون كوميديان سبورتيف اوسي الكور تاعو يخدم ملاح اي تو سا سي بيان اوسي سي بيان سي تري تري لازم يكون عنده السوف لولدي ماشي انت عندك السوف للحاجه ودي اعطينا عيطه اعطينا عيطه من عندك طولي الماكسيموم قبل ما نعطيك العيطه ودي نقول لك انا علاش السوف لولدي كيما الطياره ودي عندهم الطياره كي طيح بعيد الشر كاينه لا بواط نوار يروح يتقسوها هذيك اللي تقعد حيه كلشي تشرمل بصح الكوميديا ثاني عنده لا بواط نوار الداخل تحت هذاك القلب تاعه باين يشطرك عنده السوف باين يشطرك الحاجه الكاميرا ياك الكاميرا مال مصر والو الحمد لله الحمد لله كي خير زيد سلامة تبارك حاجة اون اوتر فوا ميمسي نقول لك عطينا عيطة ما تعطيناش اوكي ها ميرسي الله يحفظك العزة يلا مازلنا مكملين معكم ناسنا وحبابنا اللي اذا كنتوا حابين تلتحقوا بنا وتولوا اصدقاء لينا فما عليكم الا انكم تنضموا معنا على الفيسبوك ديروا جيم على لاباج رانا هنا واكيد تانيك بامكانكم انكم تتواصلوا معنا من خلال البريد الالكتروني والموقع www.entv.dz دوكا في هالاثناء راح نستضيف امينه كركود اللي في كل مره كانت تجيب لنا الجمال والاناقه باش الحاجه توحى في كل مره تعطي لها هكا استيوس باش تفكر شويه صغرها ياك الحاجه بيان سور ولدي يا ضرا يا ضرا واش جابت لك النهار اليوم خليها شكرا يا ولدي هذه امينه كركود وأمينة كركود راهي التحقت بنا في هذا الأثناء أمينة كركود مرحبا بك مساء الخير ماسي وش رايك مساء النور صافا لاباس الحمد لله مرحبا بليزانفيتي تاعنا اللي راهم منورين بلاطو رانا هنا مرقت لك الحاجه مرقت لي والله نرحبوا بالببليك ديالنا الناس اللي تشوفينا والبركه ديالنا الله يسلمك بنتي اللي ما تقدروش تستغناو عليها أمينة كركود ما تنساش الحاجه توحى لانه تعطي لها واش درتي لها الحاجه أمينة كركود رايحه العالميه راهي عارفه اش راهي لا هذيك الورقه لا هذيك الورقه اللي كتبتيها المحليه هذيك الورقه اللي كتبتيها لها كيش يسموها كيفاش يسموها الورقه هذيك اللي قلتي لها ما باليش ديريها في الماء وشربيها لا 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 ولدي انا خاطيني دوك الصوالح عاودي ما يسمعها عاودي على الشيطان مع الشيطان الله يجينا ويجي امك محمد قلت ليش كش ما قرات فيها لا ولدي انا راني راضي يعني كيما جداتك غادي نديروا عليها لونكيت دونك حديثنا لنا اليوم ماشي راح نتكلموا دائما في لابريك تاعنا على الجمال والاناقه اليوم راح نتكلموا على لي زاكسيسوار وعلى ان اكسسوار اللي ما نقدروش نستغناو عليه حنا نساء ولا نتوما رجال ولا ثاني الناس الكبار ماشي راح نتكلموا اليوم على ساعه ما كاش واحد فينا ما يلبسش ساعه دايره الحاجه ساعه الشعب ورينا ساعتك لا ودي الساعه احنا ما عندناش ما كناش نديروها هنا بكري كنا نديروا فيها الخيط هذاك الخيط فيه واحد 30 متر نديرو هنا ولدي ساعة تاع بكري كي نحلها ولدي دير كيما تاع العريس والعروسه تاع تين تين صعب صح الحاجه انت ما حكمتي في ناس بكري ما حكمتي في ناس دوكا ما عندك لا وحده مودرن لا وحده اونسيان انا تمشى مع الوقت يا ولدي مع الشمس انا تمشى مع الشمس اوكي مو اكزاكت جوست ما يتبع في الشمس وتاع الرميله هذوك تاع بكري وحنا نروح نشوفوا لي مودرن فيها ما تجيبش الساعه تاعي اليوم جبتها ساعه نروح نشوفوا لي مودرن جدد اللي خرجوا تاع 2016 ونعاودو نرجعو عرفوا ناسنا وحبابنا باللي الشمس ما كانش لكن برنامج رانا هنا هو اللي يضوي عليكم كل امسيه في شاشه العائله بامتياز التلفزيون الجزائري راجعين إلي ديجا 21 تعتبر ساعة بالنسبة للمرأة والرجل عنوان الفخامة والرقي ولعل السبب الرئيسي وراء اتجاه الرجال إلى البحث عن الساعات وشرائها هو قلة الأكسسوارات الرجالية والتي هي مكمل الأناقة الوحيد
يحرصون على اقتناء الساعات الراقية والتي تسير الموضة. انتشرت هذا العام تشكيلة كبيرة من أنواع الساعات الرقيقة والضخمة العريضة والرفيعة، وساعات أخرى أخذت أشكال غريبة. ولعل ساعات الجلد الطبيعي هي الأكثر شهرة، فالكثير من الرجال يفضلون شراءها أكثر من الساعات المعدنية. وأخرى ذات المعصم اللامع والمطرز بالفصوص الجميلة والملونة. يمكن لمن يرغب في الانضمام لموكب الأناقة والموضة أن يختار من بينها ما يناسب ذوقه الخاص. وركبنا الموكب من خلال برنامجنا لنهار اليوم مع أمينة كركوت حتى تعرفنا على كل هذا النماذج وهذه الأنواع تاع ساعات اليد. أمينة، كما شفنا ماشي هذوك لي موديل كانوا 2014 ومازالهم حتى دوكا 2016 اللي يكونوا كبار، يعني يجوا قيس المعصم، يعني البواني تاعنا يجوا كامل يشدوا كاع المعصم، يشدوا كامل المعصم ماشي كبار كبار تما كيما كيما كانا شغل ما كانا وحطها هنا هذيك هي تما دروك تاع بروبليم مشكله هاو دروك هي كبيره ولدي وهي توزن باغ اكزومبل امينه بنتي بعيد شرح لك بنتي مانيش نفول على بنتي دروك انت توزني باغ اكزومبل 30 كيلو هي وديريها هي وراكي تمشي هكا بالطانه هي وعترتي عباك يبلي الدم الفخك زعما تقولي ثقيل عليا ثقيل عليك بنتي معليش لا موت راهي لا موت راهي لا موت مالا بنتي الحاجه تخطر فيا معاك اي والله تجيب لك وحده باسكو بالك كل ما تكون كبيره كل ما يكونوا هذوك لي شيفر هذوك يكونوا كبار ما ديريش نواضر نحي نواضر هنا تخاف ديري هريتش على الضوء بنتي ما داريش في الليل هذيك الضوغي هذيك تكون ضوغي هذه كونتر عليا كونتر عليا معليش كاين ماشي حنا نشوفوا انه النساء كاين اللي يقول لك انا معليش نشري 3 4 مونتخ يعني وحده نلبسها في لا جورني وحده كي نكون لابسه سبور دي كونتراكتي وثاني تاع سواري تقول لك ندي ارجون ندي دوغي ثاني باش تشد لي يعني لمده طويله وكاين اللي حنا انتم رجال ماشي فضلوا انه يقتنيوا ساعه دو مارك يقول لك انا جو بريفير كي نلبس ساعه وحده مي دو مارك تكون غاليه وكاين واحد اخرين نوتخ كاتيجوري ماشي كيما رجال الاعمال يفضلوا انه يشرو يتبعوا لا مود تاع سوايا يعني كيما يبدلوا لي فاستيتو يبدلوا السوايع تاعهم يكونوا غاليين وتقدر تلحق هذيك السومه تاع الساعات تلحق يعني سومه تاع الطوموبيل تاع السياره وي كاين يلبسوا تاع سوايع اللي يلحق البري تاعهم البري تاع ما يسكن فيها تما كي تبحال لها يسكن في ديك الساعه مضروبه بياس دوكا ما على باليش اذا كان لي زامي تاعنا يعني عندهم يعني هذا الشيء انهم يكونوا توجور على باج مع واش راهو يخرج كومونتر في العالم ميتو ما انا ملي خرجت هذيك البورتابل نحيت ساعه سانسيرمون بورتو نحب سوايع كنت نحب لا مارك رولكس مي دركا راني ندير كل ساعه تاع لا بلونجي فوالا كي نحب ندير لا بلونجي ندير ساعه تاع لا بلونجي بصح نحيت ساعه صح باش تشوف ساعه لازم تجبد البورتابل بورتابل فوالا يهضر دوكا عبد القادر انت انا جينيرالمون لا بروميير كاتيجوري اللي هضرت عليها شي موتر شابو سي بون عشان شاك الساعة في برنامج رانا هنا في هذا الأثناء راهي تشير إلى أنه وصلنا لركن سكانير وين يكون فيه السؤال قاصح والجواب بكل صدق من ضيفنا لنهار اليوم سؤال وجواب مع رشيد في ركن سكانير أول سؤال رشيد بالعقيلي أنت ممثل معروف ونجم من نجوم الشبيبة الجزائرية في ميدان التمثيل هذا شيء شرفك قد ما تتعب مازال تشوف روحك مازال ما وصلتش الأهداف معينة تسمى ربما يكونوا من أحسن الممثلين في المسرح ولا كشباب مازال باقي الأهداف تكون خاصة ولا عامة عامة وخاصة الخاصة تغلب العامة ولا العامة هي اللي تغلب الخاصة لما يكون الهدف العام كبير يعني يتغلب على الخاص لأنه فيه الجمهور العامل المهم في أي عملية يقوم بها الإنسان في حياته عدم ولوجك عالم السينما واكتفائك برك بالمسرح والتلفزيون هل هو ضعف منك أو هو تخوف؟ ومحبتي واش اختاريت لكن معظم الممثلين
اللي واثقين في الإمكانيات تاعهم يتوجهوا لعالم السينما بدون إحراج. أنت ما توجهش لعالم السينما، علاش؟ حقيقة الأمر يا دخلت تعلمت المسرح ودخلت بقيمتي للمسرح المحترف ودخلت التلفزة وأنا صغير بأناس ودخلت بقيمتي الحمد لله. أنا حاب نكون في السينما ندخل بقيمتي كمحترف، ماشي كما رانا نشوفه تسمى أي إنسان يقدر يكون في السينما، راح يكون في السينما بقيمتي إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. يعني هي القاعدة اللي حبيت تكون أساسها متين وصحيح حينما بديت في السينما، حينما بديت في التلفزيون وحبيت بيها تدخل عالم السينما. احنا نفكروك في الحلو ونفكروك في المر. انت لغاية الان اعزب، علاش؟ في حقيقة الامر كنت داير مشروع باش نتزوج الصيف هذا صاروا امورات يعني صعيبة. لأي درجة في رأيك الخيانة تقدر تأثر على الإنسان، تقدر تحطمه، تقدر تدخله في قفص ما كانش خروج منه وإنما يبقى دايما السواد فيه؟ ماسي يقول لك في هذا الوقت الشخص الطيب يرى الناس بنظرة واحدة، لكن الناس يرونه أحمق وغبي، لكنك عند الله أكرم وأعز. ربما وصلنا واحد الوقت لما تكون بالك في دال، لما تكون بقلبك تحب يقول لك واش راك تحب، ما بقاش الحب. لا، الا ما كاش الحب نحو الفلوغيس اللي يبيع الفلوغ في ددش مراد ولا في اودا. لو ما كاش الحب ما نقدرش نستمر في الحياه. انا صادق في حبي، حتى ولو كان مع صديقي راح اذا حبيت صديقي نكون معه الى اخر الرمق، ولا حبيت انسانه يعني في حياتي راح يكون معها صادق. وللاسف في وقتنا شويه صعيب. أنت مكتب عليك الكثير من الأحزان في حياتك بعد فقدانك لنصفك الثاني، فقدان لإنسان عزيز على كل واحد فينا، الوالدة اللي هي الكنف الحضن اللي نتكاو عليه. أنت فقدت هذا العنصر الهام في حياتك. صعب جدا انه الانسان يلقى روحه وحده في هذه الدنيا. يما الله يرحمه، يما بن قديفة فاتحة ربي يرحمها على كل حال علمتني وعلمتني بزاف حاجات، فهمت؟ وفي الوقت الحالي راني فيه تمنيت لو كانت تكون معي. على هي وقفت معك في الكثير من المراحل الصعيبة وانت وقفت معاها، لكن في غفلة وين أنت في هذه الأربع سنوات اللي وقفتها معها في المستشفى صرى أنه فقدت الوالدة تاعك وتوفات بدون ما تشوفها في اللحظات الأخيرة. إما صح جوزت معها ظرف صعيب ووقت صعيب في أربع سنوات في المستشفى وتوفيت لي في الصحراء ونعنق فيها ونقول لها ما نحبك يما سمحي لي كاش ما درت لك. بتعت عليها رحت باش نجيب لها حاجات، جيت لقيت يما توفت. يعني مشهد لا ينسى. ربي يرحمها ان شاء الله. اخر كلمه سمعتها من الوالده نتاعك؟ ما درت لي حتى حاجه باش نسامحك، راك مسموح يعني. الحمد لله. ربي يرحمها ان شاء الله. ونهايه ركن سكانير لنهار اليوم مع ضيفنا، وتحيه كبيره 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 أنا بودي من خلالك يا رشيد نجوز الميساج لكاع الشباب اللي راهم يتابعوا فينا في هالأثناء، أنه اللي عنده الواردة نتاعه أغلى كنز عندنا في هذه الحياة أنه يحافظ عليه، لأنه أمهاتنا اللي رباونا، أمهاتنا اللي كبرونا، نهايتهم ما تكونش في دور العجزة. روحوا زوروا دور العجزة إذا كنتوا حابين القلب نتاعكم يحن ويحن بشكل كبير وكبير جدا. أعطونا تحية على الوالدات اللي رفضوا همومنا، الوالدات اللي كبرونا، والوالدات اللي نقول لهم ربي يطول في عمرهم إن شاء الله يا رب. الحاجة وش رأيك في سكانير؟
ها ولدي راك بكيتني يا ولدي، انا ثاني تفكرت امي يمكن الله يرحمها. الله يرحمها ان شاء الله. ها يا ولدي الوالدين، انا نوصي الشبيبه تاع دروك تهلو غير في الوالدين وبالوالدين احسانا. ها خاش في المكان ما يتهلوش في الوالدين، الوالدين هما كل شيء. الا غيديروا لكم كما نقولوا حنا في بناتين يديروا لكم الدعاوي تاع الخير تلبسوها كل برنوس وغدوه عند وغدوه وفي الحياه اللي كما قال لك في الدنيا راكم رابحين ان شاء الله. خاش الانسان اللي ما عندهش دعوه الخير هذا كان بانت لي مسكين دعوه راهي خطيره عليه. الله ينجينا وجه امه محمد قولوا امين. ان شاء الله ان شاء الله. الله يسترنا ويستر وليداتنا قولوا امين. الله يحفظكم بارك الله فيكم. يحفظنا الجزائر ويحفظ لنا هذه البلاد اللؤلؤه. وهكا نكونوا نقولوا لامينه كركود يعطيك الصحه على ما جبتيه لنا. شكرا للنهار اليوم. يعطيك الصحه امينه. شكرا ماسي، نتلاقاو في الاسبوع القادم ان شاء الله. تحيه كبيره على امينه كركود. يعني سكيل باغي عبد القادر التصفاق هذا يعني اللي سمعناه سمعته انت بزاف، سمعته يعني اون 2011 2012 2014 2015 في مختلف المسابقات اللي جزت بها عبد القادر. ها حقيقه الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. هذا دليل على انه يعني راك تشرف وراك تقدم يعني الكثير من الميداليات للجزائر. نذكر انه اون 2011 كانت عندك الميداليه الفضيه في روسيا، 2012 الميداليتين فضيه وبرونزيه هذا في تركيا، 2014 عندك ميداليه فضيه وبرونزيه في المجر، و2015 كنت دخلت في عالم الاحتراف في الام ام اي في رومانيا على وجه التحديد. هذو التواريخ اللي ذكرتهم هما كنت قبل ما ندخل عالم الاحتراف في رياضه الكامبو وفي الفريق الوطني. شاركنا في البطولة العالمية وأنا كنت في الفريق الوطني منذ سنة 2007. أنه سنة 2008 كانت هناك بطولة عالمية في البرتغال، في آخر مطاف صارت لي بليسير لسوء الحظ ما رحتش في الجروب التالي تاع ليكيب ناسيونال. ان شاء الله في هذه تاع مارس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. رانا رايحين ننتظروا منك ان شاء الله تتويج. تصور لو كان رشيد في يوم من الايام يعطولك دور يتحتم عليك تستعمل تقنيات كيما تاع الكامبو ولا الرياضات الواحد اخرين. راني نتصل بخونا عبد القادر. سي لوكازيون سي لوكازيون باش تكونوا اون كومباكت. اه بليزير. صح وتتعلمهم زعما تكون خفيف كي تتعلم هذوما لي جيست. اخر على بالي اه. لازم لا خليها من غير اليوم. الى غير على وجهه مصيب وحنا هنا نو ار فيولونس. يلا ان شاء الله نتمناو لكل الشباب تاعنا الجزائري انهم يكونوا من الطريق اللي كان خذاها ضيفنا عبد القادر بن طيبه، اللي اكيد نتمناو له ان شاء الله التوفيق وتشريف الجزائر مرات ومرات. كيما راح نستقبلوا في هذه المره نسرين عروه وتحكي لنا على تجربه كانت عندها وحتى عند غيرها. نسرين عروه. حاضرة معنا في هذا الأثناء نسرين، نقولها مرحبا بك الشابة تاعنا. شكرا يعيشك ماسي، مس الخير. خير والله الحمد لله. لاباس راك غاية؟ كاين حاجة تبدلت الحاجة؟ لا صافي بليزير. الحاجة مرحبا الحاجة. والله ما نسيت والله ما كنت غادي على بالي هون باين ندير كورنر بماركي بينارتي باينة بلي ما نسيتينيش. بصح اش غادي نقول لك يا بنتي، أنا شوف أنا وياك رانا حنا الشابين نورمالمون. والله نسيت تحاسبي. شوفي نسيت التليفون باش ندير معك السيلفي ونسمي روحي توحى لاد وغابي. أوه وراك رايحة تكوني ادوغابل بزاف الحاجة إذا كان سمعتي للموضوع تاع نسرين اللي جاتو النهار اليوم. هي كانت عندها اكسبيريونس فاشلة. ها؟ صح احكي لنا عليها نسرين. تاعش الاكسبيريونس كاين بزاف في الشوجي لا روجي. هذاك قبل شي حابة نرحب بمشاهدينا الكرام. إن شاء الله يكونوا يجوزوا معنا سهرة ممتعة بالضيوف تاعنا والبيبليك تاعنا. الله يخليك. الحوتة ماتت نسرين. الحوت فكرتني بالحوته صح. شريت حوته وماتت لي، قعدت لي نهار وماتت. الزهر والمكتوب شريت ديستاتي كوموند.
والله العظيم عندك ماتيو. هذا هو اذا الموضوع تاعنا، هذا العالم ربما اللي هو جميل جدا ولكن صعب. وفي الاونه الاخيره كنا شفنا بعض الشباب راهم يروحوا يمارسوا هذه المهنه، ولكن الكثير منهم ربما اللي فشلوا لانهم ما صبروش على تربيه الاسماك. اذا تفاصيل اكثر تفاصيل نشوفوه في الموضوع تاعنا ماسي. نسرين، والكثير من الناس اللي راهم يشوفوا فينا في هذا الاثناء ممكن يحولوا ديارهم لديزاكواريوم. اتاكدوا من الامر من خلال الموضوع. تربية الأسماك من الهوايات التي يهتم بها الكثيرون، بالإضافة إلى أنها هواية مسلية لتربية كائن حي كالأسماك، وهي تعتبر ديكور رائع مما يضيف لمسة جمالية على المكان. باش الإنسان يحافظ على تربية الأسماك هذو لازم العناية والتركيز. إذا واش يدير؟ أولا تكون عنده أكواريوم يعمر الماء ديالهم يريح لمدة 48 ساعة، باش كان البروبلام تاع الماء فيه تركيز الكلور. الكلور هذا سيدو الجبل لازم يتبخر يتفابوريزا، وباش يتفابوريزا تكون سيرتان اوبيراتو تاع 20 دوغري 20 درجة بلس، لازم يكون البابل هذا البابل بيلدار هذا فقاعات الاكسجين هذا. هذه طريقة باش الكلور يخرج، لأن الكلور يشكل خطر للحوت يموت تحرق. إن تجسيد الفكرة في بداية الأمر كانت صعبة عند محمد، ولكن برغبته القوية حول جزءا من منزله إلى فضاء مفتوح لتربية الأسماك في أحواض زجاجية. ما كانش دار إلا ما فيهاش أكواريوم، وبعد زدنا تعلمنا كاين حوتة بحر كما يقول لك إنسان قد ما راه يتغرب راه يزيد يشوف. وبعد مشينا مع الوقت هذا كلنا ربوا الحوت، كي عاود ولينا دخلنا الجزائر حبينا نستثمروا، ولكن الانسان ما حاجه قليله اللي عنده والمكان اللي تساعد حد قليله اللي عنده ما فشلناش. عندنا شباب ما شاء الله يسوى بترول، فايت بترول حاجه ما تخلاش. ثانيا عندنا الصنعه هذه اللي جد متطوره لغايه تبيعي كاع البلدان. الو الانسان يقدم الفرصه في هذه الفرق هذه الصنعه وما يتقلقش، لابد يصبر لابد ياخذ وقت، لان علاش باش سبب النجاح هو الصبر. كيما الحوت كيفاش يكبر من مرحله لمرحله، انت ثاني هذا المشروع تاعك صبر له مرحله لمرحله لغايه الحق تاع يا لوبجيكتيف تاعك وشنو. مهنة تربية الأسماك صعبة جدا ولكنها مريحة بنفس الوقت، ومثل هذا النشاط ما زال قليلا بالجزائر، فلا حبذا الاهتمام به أكثر. يعطيك الصحة نسرين على هذا الروبورتاج، وأنا راح يعني نعاود الشيء اللي كان قاله هذا السيد من خلال الروبورتاج. قال أنه الجزائر عندها شباب، والمغزى الكبير راح يكون في هذه الجملة، أنه أحنا في الجزائر عندنا طاقة كبيرة لازم نعرفوا كيفاش نستثمروا فيها. يا نسرين، تربية الأسماك. وكذلك كما سيدنا كما كنتوا شفتوا كان شرح لنا الاخ محمد، ولي نشكروها كثيرا، نشكروه على الصبر تاعو، انه عالم الاسماك هو عالم جديد وعالم جميل جدا، خصوصا عند في الاونه الاخيره كما كنت سبقت وقلت انه بزاف شباب راحوا مارسوا هذه المهن ولكن الكثير منهم فشلوا. علاش؟ لانه تربيه السمك صعبه جدا. هي صح انه يشوفك هذا العالم تقول انه عالم مثير ولازم هو فيه جمال فقط، ولكن الحقيقه انه السمك لازم تقعد معاه 24 ساعه على 24 ساعه. وكان شرح لنا الاخ محمد ربما كيفاش ما تموتلكش السمك، راك عارف انه ما لازمش تكثر له بزاف الاكل الماكله باش ما تسمنش ولا ما تموتش. باش ما تسمنش؟ وي ما تسمنش حتى تموت. وي سي فري، تاكليها بزاف تسمن وبعد تموت. عندك وجهه ثانيه؟ نحب الاكواريوم، نحبها بزاف. الاكواريوم شويه لا بريسيون تنقص لي كيجي من الخدمه كيشوف الساسوكاز تكلمني بزاف. صح، دراسات مؤخرا اثبتت بعض الدراسات انه لازم كل بيت يكون فيها اكواريوم تاع
تاع الحوت، ولكن احنا للاسف عندنا شويه في الجزائر انه هناك العائلات ماهيش ميسوره الحال باش تشري لك حوض من الاكواريوم وفيها السمك لانه باهظ الثمن. ما عندناش هذه الثقافه، ولكن لحبذا لو كان تدخل ربما تدخل ثقافه تربيه الاسماك اسماك الزينه للجزائر، ويكون هناك اساتذه. دائما نقول انه لازم يكون هناك اساتذه باش يعلموا هذا الشباب كيفاش يربيوا السمك. طرفة فقط تحكيها لي كان الاخ محمد في الاسماك، هناك نوعين من الحوت، عندك لو بواسون افريكان ولو بواسون امريكان. هذا يقول لك انه لو بواسون امريكان صعب جدا في التربيه تاعو. قلت له سبحان الله، حتى في الحوت تاعهم صعب في التربيه تاعو. فلذلك الحاجه توحى تقدر لهم الحاجه توحى. انت تعرفي تربي ولا تعرفي غير تاكلي الشوابرك تاع الحوت؟ انا ودي بيشخشيك الشردينه تتربى. لا، سردين يعطيوها للحوت. سمك القرش اللي كنت شفتيه معايا في روبورتاج ياكلوا الاكل تاعو، بالك شفتو قرش صغير بصح اليف. اوبليجي بصح اوبليجي تكون كاينه اكواريوم في الدار. سمعت هذا الاخ مسكين قالنا ليشان بصح الاكواريوم تكون كبيره ولا صغيره؟ كيما تحب، لانه الاكواريوم كبيره بيان سيغ تكون شويه غاليه، ولكن تقدرهم يجيو هذوك لي بول باش تربي حوته وحده. بس ما ديريش كيما انا خليتها مسكينه يومين. على رقبتك يا بنتي. ها الحاجه، انا راح نطلب السماح من عند السيد هذاك برك اللي عيا وهو يفهم النسرين، عطى لها النصائح وعطى لها كاع الحوايج يعني باش تقاردي الحوته تكون مليحه. غير انه للاسف غالب رحت خليتها وحدها في المنزل، فلذلك واش قلت لك انه السمك لازم. علاش راك تضحك معسي؟ لاني تاثرت وكانت اللون تاعها ازرق، والله جميله جدا. اللون ازرق واللون الازرق يحبوا بزاف ويعشقوا بزاف لو كوميديان تاعنا رشيد، اللي اكيد اللون الازرق هو تاع يعني تاع الفرحه والتفاؤل والامل. نحب اللون الازرق بزاف بزاف. سيرتو كي دونك نحب لا بلونجي، نحب لا بلون ندير لا بلونجي تو سا، نحب الازرق. تخي بيان الازرق. ايها الازرق، الادب الاجتماعي. ايها الازرق، راك تفكر في امات المسلسلات الحاجه. يعجبني ولدي رشيد عنده فصحى اللسان في اللغه العربيه الفصحى. راح نتاكدوا من هذا الشيء مباشره بعد ما نقولوا النسرين. يعطيك الصحه، شكرا جزيلا على حضورك معنا. اعطونا تحيه كبيره 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 على النسرين عروه. وبيان سور راح نطلبوا منك ولو هكا حاجه يعني نشوفوها من عندك اليوم. قال لك اللغه العربيه يعني تتقنها بشكل جميل، حاب نسمعه من عندك شيء ممكن اذا كان تعرف تعزف البيانو. البيانو كاين. نشوف. نشوف. يلا مع تحياتكم طبعا. تفضل. يا درا رشيد. يا درا وحش. قيل لي ما معنى الحرية في نظرك؟ قلت لهم الحرية في نظري أن أكون حرا بدون قيود. قيل لي هل جرحتك الحياة؟ ابتسمت وقلت لهم جرحني الناس، أقرب الناس إلي. أعطيتهم قلبي على طبق من ذهب وأرجع لقلبي موجوع. قيل لي هل ستنتقم؟ قلت لهم لا. قلت لهم رب اسمه المنتقم الغفور الرحيم يعرفني ويعرفهم، يغفر لي ويغفر لهم. هذا هو أنا، كونت نفسي بنفسي كما يقول مصطفى العقاد. أمان 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 أمان. يعطيك الصحة رشيد. يعني واش سمعنا النهار اليوم راح نشوفوه ان شاء الله كعمل نهائي
يعرض في قاعات السينما والمسرح في الجزائر ان شاء الله يا ربي. يعطيك صحه مره واحده اخرى لرشيد اللي قلت انه هو نجم من نجوم التمثيل في الجزائر، واللي ان شاء الله نتمناه ولكل الفنانين ولكل الممثلين النجاح والرقي في مختلف الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه. انا نعاود نولي مره واحده اخرى لعبد القادر اللي قلت انه عبد القادر بن طيبه نائب بطل العالم في الام ام اي، صح المنازله الاصعب اللي كانت في روسيا تذكرها؟ بالفعل تذكرها. تذكرها مع شكون كنت وكيفاش كانت المجريات نتاعها؟ كانت منازلة في اختصاص نوك داون في رياض كامبو، كانت نهائي ضد ومصارع من رومانيا الاسم تاعو اصافتي دانييل. كانت منازلة صعيبة لانه من ناحية التقنية كنا متقاربين والمنازلة فاتت أشواط رسمية وزادت أشواط إضافية. المنازلة هذيك ما ننساهاش، كانت من أصعب منازلات في مشواري الرياضي. شكون أنت تقابلت مع واحد كان اسمه أسافتي دانييل؟ هكا الاسم تاعو أسافتي دانييل، يعني ما راحش ماكش راح تنساه. وحتى كذلك قدام أوغيل بيرتا. أوغيل بيرتا هذه كانت في منازلة في الاحتراف اللي يظهر هذا الشاشة هذا هذه كانت هنا في المنازلة الاحترافية. انا لابيتود تاعي نازل في اختصاص 70 كيلو في الصنف 70 كيلو لما كنت مبرمج باش ننافس منازلة تاع 70 كيلو. كي قربت منافسة عيط لي لورغانيزاتور تاع بروموسيون هذه اللي ما كاش كومبا في 70 كيلو، قال لي كاين كومبا في 77 كيلو اسكو حبيت بارتيسيبي. وانا كنت بديت نبريبار ما حبيتش نعطي لا شونس، قلت له معليش نبارتيسيبي 77 كيلو هو يوزن 77 اكزاكت وانا نوزن 70، بديت نزيد في البوا زعما باش نوصل 70. مالوريزمون لا بريف وصلت 74 كيلو، تسمى تكنيكمون كنا متقاربين وشنو هي غبني بالبوا تاعو هذا. فاني منازله يعني كانت اول ذي منازلة احترافية واللي ما ننساهاش اوفيسيال حقيقة. وانا يا عبد القادر ما راحش ننسى انه الحاجة توحى اللي تقول دائما سي موا كي كوموند كانت في بداية البرنامج كان معك واحد لجان هكذاك نو بيناتنا ولدي هذا ولد بخت العكرمية جارتي تاع بكري مسكينة كانت تكون معايا في الحوش حوش تاعنا هذاك هذاك جبته باش كيستون ريبونس مسكين تاني هو تاني ساله هو هذه تاني صح ما كفاكش تربحي دراهم في الدار تزيدي تربحيهم في ليميسيون تاع لا ولدي والله مالي الدايه دورو على الشيطان بيت باشيني ولا هذا مسكين ما نديرو فيه مسكين نعاونوه وحنا ليميسيون تاعنا تشجع المواهب. هيا ليكور كنتي برك ديري له ليكور لا ليكور لا في سبيل الله باش يروح مسكين سما متوحى يروح للعالمي يروح للعالمي يشوفني غاطا راشد ها هو باش يروح للعالميه يليق له يفوت على المحل غالي غاطا اسمه ياسين كاين الحزه يسموه ياسين ازرو نرحبوا به في برنامج للنهار اليوم. ياسين أزرو أي موهبة اللي راح نقدموها في برنامج رانا هنا لنهار اليوم. ياسين نقول لك مرحبا بك. الله يسلمك خويا ماسين، نشكرك على الاستضافة هذه ونرحب بليزافيتي تاعك والجمهور الله يبارك. انا شيتني ما تشكرنيش شكون اللي جابك انا ولدي؟ ماشي غلطت حياتك على بالك. سي فري الحاجة توحى هي يعني مولاة الدار واش بيك؟ الله يجيب الحب والسلامة على ربي. هادو هما الشباب نحي العالمية نحي العالمية خلاص عالمية لا لا حنينة الحاجة حنينة حنينة هذا وقت الحبنة اللي يقول لك اللي ياكل ما يشبع وتعيط له ما يسمع. نسيتني بعد نسيتني يا ولدي العالمية وندير انا الماناجر تاعك هذه غير الأولى طابلة صغيرة كيما هاك نسيتني هاجا ماناجر
نسيت جوبي ماناجير غابخي من بعد كي نروح للعالميه. من بعد نتاكدوا من الامر. يلا ياسين. ياسين اللي قلت ياسين ازرو هو واحد من بين الشباب اللي يعني تعلموا اله البيانو وحابين يكونوا كالنماذج اللي صارت نجوم في عالم العزف على هذه الاله. هو في عمره 19 سنه من مدينه الورود البليده اكزاكتومون من موزايا. فمعروفين الناس البليده بانهم يعني يرحبوا بالضيف مدينه الورود وانت سكيل باغي يعني ترحب بالموسيقى. فوالا اكزاكتومون. كيفاش كانت حكايتك مع الموسيقى والبيانو؟ حكايتي مع الموسيقى كانت يعني صدفه. كانت تقدر تقول هي عيد ميلاد تاعي قفلت 11 سنه. يعني الاب جاب لي ان كادو كلافي سينتيتيزور او بعد كومونسي من ثم بعد حوست وين يتعلموا على يعني يتعلموا يلعبوا بيانو ولقيت تما في البليده وين يتعلموا بيانو. جيت في لاسياسيون رياض الاندلس البوليدي وين شرف عليا الاستاذ نحييه بالمناسبه الاستاذ المواقي المهدي بناني. هو اللي شرف عليا في الموسيقى. هو اللي شجعك باش تزيد. فوالا هو اللي كان يوريني ثاني. اوديبي بدينا في لا ميوزيك كلاسيك. بدينا قرينا موسيقى ومن بعد رحت يعني دنيت انا الاندلس الشعبي الحوزي يعني رحت زرت يعني كل مجال و باش تكون ثقافتك الموسيقيه تكون باش تكون واسعه. فوالا اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون كيما لو كور اللي كان في الديبي تاع ليزيسيون زدت نسيت. يلا نقولوا تانيك باللي ياسين ازرو يعني الحكايه تاعو كانت من يعني جائزة ولا نقولوا هدية متواضعة اللي كان قدمها له الوالد نتاعو في عيد الميلاد. ست شهور حوالي وهو في الجمعية في عيد ميلاد الجمعية كان له تكريم والتكريم هدايا. واش تقدر تقول لنا عليه ياسين؟ بون ابري سي موا كانت الجمعية نظمت حفل العيد ميلاد تاعها. عرضت فنانين وفما صرا تكريم ليا باسكو كنت سيريو كنت نحب نخدم نحب نافونسي. كرمني الشيخنا الكبير الاستاذ في الموسيقى رابح درياسه. كان اول تكريم تاعي في حياتي كنت صغير 12 على ما با. يعني اول مره كانت اول حفل تاعي واول تكريم. شيخنا رابح درياسة ربي يطول في عمره اللي رانا نشوفوا فيه من خلال المدرسة الحان وشباب والبرايمات اللي راهو يقدم فيها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. نتمنوا له ان شاء الله طولة العمر وكل يعني التوفيق لكل المترشحين للمدرسة الحان وشباب. يلا نقولوا برك باللي ياسين ازرو انت يعني بالرغم من انه صغير في السن وتجربه تاعك قليله يعني في هذا الميدان غير انه راك تخوض تروح في المهرجانات تشارك حتى في يعني الانيماسيون تاع لي فات اي تو. اكزاكتومون بون المشاركات كانت بريسك كاع مع الجمعيه سواء مهرجانات ولا حفلات بالاضافه للاعراس فوالا. نعم وكان دي زانيكدوت في العرس ماسي صرا فوالا. قالوا لي راح لك لومبلي في عرس نو نو راح لي لو بي لو بي تاع كلافي. لا هذه لومبلي في مهرجان. لومبلي في مهرجان اكزاكتومون قلت له ماسي ان بي كنت بلان عرس راني نخدم والشعب قاعد يشوف وكامل وبي كان فيها بروبليم هبط سنتي مع الارض خلعت انايا الحيه انقلبت نو ما تكسرش فينالمون سلامات مي بعد انا صالي طلع. ياسين ولدي انا بغيت نطرح سؤال عليك في لو مومون كي طاح السنتي لا كام اللي كنت فيها ولا كيما نقولوا الريتم اللي كنت فيه شوالا سي بيمول كيما تقول انت سي بيمول سي بيمول كانت ريتميك سوبر ريتميك الحيه انقلبت فوالا ثم تردد الحيه هذه هي والعازف العازف ماسيل الموسيسيان يغير بزاف على الاله نتاعو. عنده غيره كبيره في الاله نتاعو شنو نقول لك يغير بزاف على الاله نتاعو نقول لك الموسيسيان سونسيبل بزاف يعني سونسيبل بزاف فوالا حساس الفنان الموسيسيان بون
العازف على اي اله حيكون لاحب ينجح وكان صح واسمه يكون حساس يكون أكيد. يكون يعيش وشاوي يلعب عنده علاقه مباشره يعني يحب وشاوي يدير ويحس وشاوي يدير سيختو. احنا حسينا بزاف بحضورك وبوجودك معنا نهار اليوم. راح نشكروك لانه جيتنا وراح نشكروك لانه راح نسمعوا مقطع اللي راك رايح تهديه لكل المشاهدين ولكل الناس اللي يحبوا البيانو. يا درا واش خيرت لنا نهار اليوم؟ ماسي راح نلعب لكم استخبار سحلي ايه اون ري شوف ايكوت ايكوت موا كيما علمتك لا دانيير فوا اوكي هاي سي ريغلي بعد تحياتكم طبعا يعطيك الصحة. ياسين أزرو ياسين أزرو اللي كان الموهبة تاعنا لنهار اليوم واللي كان تحصل على هذه الجائزة في مهرجان العزف الفردي والجماعي في برج بوعريريج. فأكيد نتمناو أنه مثل هذا الجوائز يديهم شبابنا باش أكيد يواصلوا دايما في مسيرة الإبداع ومسيرة العمل المحترف إن شاء الله. احنا ما زلنا دايما مكملين معكم ناسنا وحبابنا وراح نرحبوا في هذا الأثناء بعبد الرحيم بوترع. ورحيم راهو حاضر معنا لنهار اليوم اللي في كل مره يجيب لنا المواضيع تاعو شوك. لنهار اليوم راح يكون حاضر معنا لكن شيك بطله جديده اللي يعني اقبل بها. رحيم مرحبا بك. الله يسلمك مساء الخير مرسي. نرحب برشيد خويا عبد القادر مرحبا بك. خليني ثاني نرحب بالجمهور تاعنا اللي يشاهد فينا دائما من خلال شاشه التلفزيون الجزائري. هذه الشاشه اللي دائما تلم العائله الجزائريه مرسي. بس سلمت على الحاجه على سلمت عليها باسكو على بالها واش دارت على بالها قابلتني هكذا خاطر ديك الوهران نحوس بك كامل في وهران شويه ودارت عليا ما على باليش علاش ما ندورش عليك يا ولدي. بيناتنا وهران خيمه كبيره. مرحبا بك في كل قيشة ولدي. الباب اللي تطف فيه مرحبا بك. ما تدينيش شوفي الحاجه ما تدينيش انت دينا مصطفى يدينا مصطفى حجاج مثلا مصطفى حجاج ثاني خيمه كبيره تما عاد مصطفى تضرب الطعام تشوف الطعام كي داير. يلا مصطفى في انتظار اذا كان يدينا ولا ما يديناش. راح نتعرفوا على الموضوع تاع
تاع عبد الرحيم اللي جانا به لنهار اليوم. كي العاده ماسي جمهورنا الكريم اشاك فوا نجيب لكم موضوع اللي يهمكم انتم، كما الموضوع تاع اليوم يهم كامل الناس ماشي غير اللي جاني يهم كامل الفئات تاع المجتمع. والموضوع عنده علاقه بالفيكول، فيكول بعد ما كانوا ماسي بكري عند البعض من الكماليات، اليوم ولاو عند كثير من الاساسيات، وكل واحد يشري الفيكول على حسب مقدوره. كاين اللي يحب يشري فيكول لا باز، كاين اللي يحب يشري فيكول يكون ماسي لاوت قام يكونوا فيها كامل لي زوبسيون. من بين هاد لي زوبسيون يكون فيها الكوير، هذا الكوير اللي ولا هنا في الجزائر ولاو يديروه في مختلف السيارات، وكل واحد يقدر يديروه على حسب مقدوره. ثاني المراحل كيفاش يديروهم، واهم المراحل انا رصدتهم لكم مشاهدينا الكرام في هاد الروبورتاج اللي نشوفوه كامل كيف ونعاودوا نقولوا ماسي هكذا. شكيت الحاجة توحى ما داتكش الوهر لانه كانت تنتظر باش تدير الكوير الطوموبيل تاعها. يلا للكوير والسيارات والشباب في هذا الموضوع لعبد الرحيم. هي مهنة تجديد كراسي الأسقف والأبواب من الداخل لسيارات شاء أصحابها تغيير شكلها الداخلي. هي مهنة راهي تعرف رواج وإقبال كبير عند مالكي مختلف السيارات النفعية والسياحية. كبير هذا اللي كل مومون راهو ألاموت، سمع الناس يدمونديوه بزاف، خاصة يعني لي جون هادو كيشري طوموبيل ماذا به كي يجي يخدمها ما تكونش كيما واحد اخرين. يحرص الكثير من الشباب باش تظهر سيارتهم بشكل جميل ومختلف عن غيرهم، فيلجؤوا لهذه المحلات حتى يعيشوا التميز والجمالية. وكما يختار الشخص لبسته تسريحة شعره يختار ديزاين معين لسيارته، والاختيار صعيب في وسط هذه الألوان والموديلات المختلفة. كاين فئة، كاين ناس ماشي أمر تاع الناس اللي عندهم دراهم ولا لا، حسب عندنا كاع السومه، عندنا السومه تاع واحد يحب بالقماش، عندنا واحد يحب بالسيميلي، سيميلي بسكا كما يقولوا بالعامه. يستخدم في هذه المهنه انواع متعدده من الجلد الاكثر تحملا مقارنه مع مختلف الاقمشه الاخرى، الاسفنج بالاضافه الى الكثير من انواع الخيوط الظاهره البارزه والمتماشيه مع طلب المستهلك. كاين اللي يحب يحافظ على لابيتاك تاعو دوريجين، كاين اللي لا كاين اللي ماذا به يبدلها كاع اللوك ديالها الداخل، وكاين الناس كاين اللي يحب يشري طوموبيل باش يعاود يبيعها يطلع عليها في الميزانيه ديالها. تبقى هذه الحرفه من الحرف اليدويه الفنيه اللي تحتاج للمهاره لتعطي انطباع ايجابي عند كل شخص يحب الدقه والرفاهيه لسيارته الخاصه. هذا كان موضوع من توقيع عبد الرحيم بوتر علي، راهو حاضر معنا حتى يزيد يعطينا اكثر توضيحات فيما يخص هذا الموضوع الجلد، وكيفاش انه الشباب تاع دوكا ولاو يلجؤوا لهذ الناس اللي يعاودوا الجلد لسياراتهم سواء في الابواب ولا في المقاعد ولا حتى في السقوف. اكزاكتومون كما شفنا في الروبورتاج هذه المحلات اللي تعنى يعني بتلبيس كراسي تاع السيارات راهي منتشره بزاف هنا في العاصمه، ماشي غير في العاصمه، في مختلف الولايات الاخرى راهي تعرف اقبال كبير عند كثير من الجزائريين. فيه فئتين ماسي، كاين فئه اللي يحبوا هذا الكوير ويحبوا يديروه في السياره تاعهم، عندهم اسبابهم الخاصه. كاين اللي يقول لك يعجبنا من الناحيه الجماليه شباب، كاين ثاني اللي يقول لك ماسي انه يحافظ على لو سالون دوريجين تاع السياره تاعو، وسيرتو انه سهل باش يتنقى بارابور يعني الاقمشه الاخرى اللي صعيبه يعني طاشه باش تروح لها، خاصه اللي عندهم دراري يخافوا باغ اكزومبل يطرحوا لهم الحليب ولا القهوه كيما ولاد الحاجه تحابك. وشنو الكوير تاع الطوموبيل تاعها جازوا عليه دي جينيراسيون دي جينيراسيون، الله يبارك الحاج. ومازال والكوير تاني مازال على ديدانه، مازال يديك بدل 15. انا مع بوغ لي زونفو ما تخممش، انا ندير لهم سيكوريتي. كيما الحاجه توحى دارت الكوير في الطوموبيل تاعها باش تكون الطوموبيل تاعها متميزه على السيارات تاع الحجات الاخرى، صح ولا لا؟ انا تاعي جايه مسكينه بروحها جايه مينيون. وباش كي تبيعها تجيب لها سوما فلوس. بزنس يا شيخ.
لو بروبليم جو بونس كي لازم باش دير الكوير في الطوموبيل لازم يكون لا كليم لازم تكون كاين اكزاكتومون سينو ما كاينش لا كليم سينو على هذا رشيد كاين كثير اللي ما يحبوش الكوير على جال هذه الحاجه يقول لك على خاطر الكوير عنده مشكله في الصيف مع سخانه على بها لازم لهم لا كليم لداخل الطوموبيل كاين ثاني فئه اللي يحبوه صح مالوريزمو يقول لك يعني غالي شويه على هذا اللي تقول السومي كوير يديروه كيما تاك دايروا ماسيف السياره ديالك انا اللي داير سومي حاجه يعطيك الحمد رايتك الحمد ان شاء الله كيما قلتها ديريكت خرجها من قبل لا هذيك ماشي هذيك ماشي طوموبيل تاعي هذيك تاع دي جيران يحوسك لها في العين يعني رحيم حتى لهنا ماسير يعني تو فا بيان يعني كوير حاجه مليحه برك حبيت مادام نحكوا على لي فيكل حبيت نوع على واحد الظاهره راهي منتشره بزاف هنا في الجزائر كاين اللي يديروا الكوير ومام طوم ما يحبسوش هنا يديروا يعني دي ديكور للطوموبيل تاعهم يديروا الفيمي يعني يديروا اشياء تكون معاكسه ضد القانون تاع المرور هنا تولي حاجه ماهيش مليحه ماهمش يعني يركزوا برك على السياره تاعهم انما يديروا حاجه كما قلت ماسي ضد القانون اللي ما يحبهاش القانون الجزائري حقيقه تعمل. يعني هي في الاخير سياره الواحد يستعملها باش يتنقل بها ماشي باش يعني يستضيف فيها ناس يوكلهم ويشربهم و... اكيد آه؟ وكانوا وكانوا علماء هذه اي سلامات خصوصا ما تزيدليش هذا الفراش اللي كان يهضر عليه ماسي درو قال لهم باش ما تستقبلوش الناس عندكم في السيارات هذا السور كيتفرج بك اش فيلم ولا لا لا هي دارت حيلة خرجت لها عجب دارت الكويت تقول لك باش نبيعها نجيب السومه وما فينا المكي شافوها كاك سرقوها لها كاينه ولا لا عندك الصحه ولدي على كل نقول انه يعني هي ظاهره ولينا نشوفوها عند شبابنا الجزائري ولينا كذلك نشوفوا انهم يتفنوا في الالوان في الاشكال في القصات وغيرها مما يخص يعني الجلد وتلبيس هذه السيارات انا نعاود نولي مره واحده اخرى ل يعني عبد القادر عبد القادر انت اكيد عندك طموح حاب توصل له ممكن تكون اطفال ممكن تكون شباب في التخصص هذايا تاع الكامبو ولا هي حقيقه إن عندي هدف هذا وانا ديجا نشرعت فيه انا بديت نحقق في المشروع تاعي كما ما يخفالكش دوكا عند انسال اللي عندي فيها دي زاتليت توت كاتيجوري من بلي سيزون حتى لي سينيور وبدينا بالعقل كما اليوم الحمد لله ما شاء الله ما عندنا حتى 210 ممارس في قاعه واحده يعني شيء يشرف وان شاء الله الخبره اللي اكتسبتها نمررها للاجيال القادمه باش يكونوا خير مني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب اكيد احنا كذلك ما لازمش ننكروا وما لازمش ننساو الاشياء اللي قدموها لنا الاساتذه نتاعنا اني حاب لو كان نقول لك يعني اعطينا كلمه للاساتذه اللي قراوك للناس اللي عاونوك للناس اللي يعني مدوا لك يد العون يا رشيد باش وليت في هذا المستوى ووليت حاضر في مختلف المسلسلات التلفزيونيه هي باش راني هنا معكم وراني كنت في عده مسلسلات ولا في عده اعمال محترفه اكيد تعلمت من البروف تاعي من الاساتذه تاعي كان الاول انسان هو كان السبب تاعي هو كاتب مسرحي ومخرج وممثل عمل مع المرحوم عبد القادر علوله وعز الدين مجوبي ومولات انتي موشانت عصام الفرعه واسمه عصام الفرعه كان احمد خودي كان فاضل حشماوي كان تنك حكيم ذكار اللي تعلمت منه كثير من الاشياء ولو لي مره نسيت الجميل تاعهم والحمد لله فرقة عبد القادر علوله يعني هرم من اهرام المسرح الجزائري اللي راه يعني يقدم الكثير من الشبيبه ويقدم الكثير من الطرائع اللي راهي تبدع في عالم المسرح رشيد عبد القادر علوله هو هرم من الهرم المسرح الجزائري سي بيلي دو تياتر الجايان اوسي في الوقت الحالي عندنا شباب عندنا شباب في المستوى مثل غانم بعجاج هو كل الممثلين المحترفين اللي كنت تشوفوا فيهم في التلفزه مثل عبد القادر جيريو مثل حجله مثل جهيد كل ممثلين ايضا في المسرح سيدي بالعباس كان بثبته هو كما كان عندنا عبد القادر العلوله كاين شباب ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يا رب ان شاء الله كاين بزاف دوك الشباب راهم يشوفوا فيك حابين يسلكوا الطريقه هذه اللي انت جست عليها اسك يعني الواحد باش يدخل اسك الموهبه تكفيهم ولا لازم يسقلها ويكون نفسه في هذا الميدان اول شيء هو يقول لك الفن لما نصدق لاني من سبق تقدر تكون صادق
هو أول شيء. يقدر يكون إنسان ياسين أنا نحييه على كل حال، يقول كم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارغ، أنا شفته كبير في العمل تاعه. قدر يكون إنسان جديد ويكون صادق على إنسان قديم ماشي صادق. الأول شيء الموهبة، ما تكفيش الموهبة أكيد، لازم تكوين ولازم لازم أن تكون في عدة مدارس، وتكون في الجزائر وتكون في المغرب في الفاس وتحكيت بعدة الأساتذة. الموهبة ما تكفيش، ولكن تكوين جد هام لمستقبل الشباب الجزائري. الحمد لله يا رشيد أنه الشباب تاعنا راهم يحفظوا الجميل اللي قدموا لهم هذا الرجال وهذا الناس اللي يسهروا على أنه المسرح الجزائري يبقى دايما منور بهذا الشبيبة. يا دركش ما تعرف يا المسرح توحى؟ حسبني انا ما نعرفش المسرح يا ولدي، انا نقولها لك في استواق غوسو موندو. درتي المسرح الحاجه يا شيخ؟ المسرح الف ميم سين راء حاء. الف عنوان المسرحيه، ميم الممثل، السين الستار، راء روح الممثل، والحاء حريه التعبير. الله الله. هذا هو المسرح بشكل ملخص على طريقة الحاجة توحى اللي تحييكم في كل مرة من خلال البرنامج رانا هنا. هكا نكون وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامجنا النهار اليوم، وراح رشيد بعد ما تجست بالتجربة الأولى اللي كانت سكانير راك رايح تجوز في ختام البرنامج بالتجربة الثانية، وين راح نحكموا عليك بالفشل ولا بالإبداع فيما يخص الأغنية، من التمثيل للأغنية، هل يصلح رشيد ولا لا؟ ما بليش تشوفني. يلا اللي راح يحكم فقط هذا الميكروفون وصوتك، يلا تفضل. وأمين أبعث لنا برك الأغنية. وعلى هذه الأغنية يكون وصلنا. يلا الحكم، شكرا الحكم راح يكون من عند الجمهور على الصفحة، صفحتنا على الفيسبوك. ماسيل توحى يا رشيد يا خرب بيتك شو حبيتك. وصلنا لختام برنامجنا النهار اليوم، شكرا لكل الضيوف، شكرا للجمهور، شكرا جزيلا لكل اللي خدموا معنا في هذه السهرية الجميلة من برنامج رانا هنا. المخرج مصطفى حجاج يحييكم، وبلا ما ننساو صديقي بلال محمد نجية هشام وتاجر ملاك رضوان، والشفاء الشفاء ان شاء الله لمصيفي اللي كانوا راسلونا على طريق الفضاء الاجتماعي الفيسبوك مصطفى حجاج كان في اخراج العدد. قول اخير